يواصل معرض صنع في دمياط للأثاث فعالياته بأرض المعارض بمدينة نصر بمشاركة نماذج ناجحة من أصحاب المشروعات العاملين في قطاع الأثاث. للمزيد حول فعاليات معرض صنع في دمياط ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. تحياتي لك أحمد، وضعنا في صفة أهم الأحداث التي تجرى الآن في المعرض ومدى إقبال الجماهير عليه. الملحوظ في اليوم الرابع من فعاليات هذا المعرض صنع في دمياط والمقام بقاعة أرض المشروعات أو قاعة المشروعات في مدينة نصر أن هناك إقبال كبير من المواطنين. تحدثت مع القائمين على هذا المعرض من جهاز تنمية المشروعات وأكدوا لي أن حجم المبيعات على مدار 3 أيام ماضية وصل إلى أكثر من 5.5 مليون جنيه، هي حجم المبيعات على مدار الأيام الثلاثة الماضية. هذا المعرض الذي افتتحته الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط في الأول من يونيو ويستمر اليوم في يومه الرابع، هو مستمر حتى 10 يونيو، وهو فرصة رائعة للمواطنين لشراء واقتناء منتجات دمياط وخاصة مدينة دمياط للأثاث أو مدينة دمياط الجديدة للأثاث لما فيها من منتجات وعالية الجودة، بالإضافة إلى خصومات كبيرة أيضا يقدمها المعرض. يعني أقول صراحة أن هذه الدورة من المعرض تعكس تصميمات عالية الجودة وتصميمات أيضا رائعة وأيضا تناسب جميع الأذواق، بالإضافة إلى أسعار تنافسية عن مثيلتها في خارج المعرض بالنسبة للمعارض سواء المعروضة هنا في القاهرة أو أيضا في دمياط، وبالتالي هي فرصة كبيرة جدا للمقبلين على الزواج للاستفادة من هذه الخصومات التي تزيد عن 25%، بالإضافة إلى أن هناك أيضا عروض يقدمها المعرض وهي أن هناك شقق بالكامل يتم تجهيزها بمبلغ 48,000 جنيه، إضافة أيضا إلى أن هناك بعض المعارض تقدم عروض تنافسية بحيث أن إذا المواطن سوف يقوم بشراء أكثر من غرفة سوف أيضا يحصل على مزيد من الخصومات من قبل العارضين. وأشير في هذه النقطة تحديدا إلى أن العارضين هنا المشاركين في المعرض يحصلون على دعم كبير من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، وتحدثت مع عدد من العارضين الذين أعلنوا أو أعربوا عن شكرهم وامتنانهم للدولة التي وقفت بجانبهم حتى يقدموا منتجاتهم للمواطنين بشكل مباشر. شكرا جزيلا الزميل أحمد الحسيني، كنت معنا من داخل مقر إقامة معرض صنعاء في دمياط، شكرا جزيلا لك.